الموسيقى تعالج القلوب المريضة، فإيقاعها يعيد تنظيم إيقاع دقات القلب. خلاصة بحث جديد يقترح العلاج بالموسيقى للمرضى الذين يعانون عدم انتظام ضربات القلب. البحث الذي أجراه فريق من الباحثين الدوليين ونشرت نتائجه في مجلة ساينتيفيك ريبورت يشير إلى تأثير الموسيقى على صحة المرضى بعد إجرائهم عملية في القلب أو بعد وضع أجهزة تنظم ضرباته. ويقول الباحثون إن الجمع بين قوة الموسيقى كالموسيقى الكلاسيكية والعلاجات الحديثة لأدوية القلب يخلق توازنا يقلل من معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم لدى المرضى. وضمن تجربة على مرضى خضعوا لعمليات قلب واستمعوا للموسيقى بعدها مباشرة، وجد الأطباء أنهم كانوا أقل قلقا وأكثر تفاؤلا تجاه متابعتهم العلاج، كما انخفضت لديهم مستويات الألم بطريقة واضحة. وقد اعتمدت بعض المدارس الطبية الحديثة على العلاج بالموسيقى أسلوبا مرافقا للعلاجات المتاحة للتخفيف من ألم المرضى وتوترهم وحتى لاستعادة ذاكرتهم. كما أن الموسيقى دخلت مجال العمليات المعقدة وأثبتت نجاحها عند بقاء المريض واعيا أثناء العمل الجراحي حفاظا على وظائفه العصبية والحسية فيما بعد.